قاعد فاضي ما بعملش اي حاجه خالص، مش عارف اعمل ايه نهائي، حل وحلق قرع وقرعيت وعملت كل اللي ينفع يتعمل. فقلت اما اكلم ناس صحابي وحبايبي كده بحبهم جدا اسالهم سؤال شغلني، سؤال يراودني، احنا ليه بنصلي على النبي؟ احنا ليه مهتمين قوي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتلاقي كل جمعه صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. ليه؟ ليه لازم نصلي على النبي؟ فكانت الاجابات العظيمه دي عن الموضوع العظيم ده من الناس الحلوين قوي دول، قلت لازم اشاركها معاكم ولازم تشوفوها كلهم، انتم متابعينهم وعارفينهم وبتحبوهم في الله. يلا نشوف الفيديو العظيم قوي 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 ده، وما تنساش الشير بتاعك بيفرق. يلا بينا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انت عارف ليه لازم تصلي على النبي؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم صلاه عليه. هتصلي على النبي عشان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب تفريج الهموم وغفران الذنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده بنفسه لما راح له الصحابي ابي بن كعب رضي الله عنه وقال له يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ يعني يا رسول الله انا بصلي عليك كتير، الوقت اللي انا مخصصه للدعاء لنفسي بقى اصلي عليك فيه قد ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال ابي رضي الله عنه ااجعل لك ربع صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت وان زدت فهو خير لك. فقال ابي رضي الله عنه ااجعل لك نصف صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت وان زدت فهو خير لك. فقال ابي رضي الله عنه ااجعل لك صلاتي كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انا اقول لك ليه تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. المفروض وانت بتصلي على سيدنا محمد اصلا انت كده بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى الخير الكتير لسيدنا محمد، فربنا سبحانه وتعالى مكافاه ليك على الطلب ده بيرزقك 10 اضعاف الخير اللي انت طلبته. من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما بتحب حد بجد بتدعي له من قلبك، بتدعي له وانت ساجد، بتدعي له ما بين الاذان والاقامه، بتدعي له بالهدايه والرحمه والمغفره وكل خير في الدنيا وفي الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم هو احب حد الى قلوبنا صلى الله عليه وسلم، فلازم نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بكثره الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. مش انا اللي هقول لك، انت اللي هتقول، لانك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا تقول في رجل احب قوما ولم يدركهم؟ فقال المرء مع من احب. هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بحبك اللي جوه قلبك. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك تصلي على النبي ليه؟ عشان ما فيش مره صليت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم الا وربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطري. ما فيش مشكله وقعت قدامي او موقف صعب حصل لي وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم الا وربنا سبحانه وتعالى حل لي مشكلتي وجبر بخاطري. حتى وانا سايق في الطريق والطريق بيبقى زحمه جدا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بحس ان الطريق بيتفتح لي والاشارات بتتفتح ليا انا مخصوص. مش عارف ده كله بيحصل ليه، لكن اللي متأكد منه انك لما تصلي على الحبيب ربنا سبحانه وتعالى اكيد ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك. انت عارف لما يبقى معك حاجة كده ومش عارف تديها لمين فتفكر في الموضوع كده وتقول اديها لفلان اولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة هم اكتر ناس بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. يعني اولى الناس ان هم ياخدوا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هم اكتر ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك تصلي على النبي ليه؟ عشان ربنا عز وجل خصص ملائكه تكتب بس ذكرك لرسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله ملائكه سيحين في الارض يبلغوني عن امتي السلام. يعني تخيل كده لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملك يعرفك ورسول الله كمان يعرفك صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دي، بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم علشان الصلاة على النبي نجاة في الدنيا قبل الآخرة. كان في واحد الدنيا مخبطة معاه جامد جدا، ما كانش مرتاح في الشغل بتاعه وكان في مضايقات جامدة جدا في الشغل عنده لحد ما حضر درس عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر يغير حياته بالصلاة على النبي. ابتدى يقعد في الشغل اللي هو ما كانش مرتاح فيه ده، وكل ما يصلي على النبي 10 مرات يعمل رقم واحد، يصلي على النبي 10 مرات كمان
يعمل رقم 2، كان بيقعد كده 4 أو 5 ساعات في اليوم، لحد ما تليفونه رن برقم غريب بيرد، لقى واحد بيقوله ان في شغلانة جامدة جدا في السعودية ولازم تعمل انترفيو في الفندق الفلاني الساعة الفلانية. راح لقى كل الناس بتقول لصاحب الشركة انا عرفت الشركة من فلان، انا عرفت الشركة من فلان، لحد ما صاحب الشركة سأل الاخ ده، انا حد كلمني معرفوش قال لي تعالى في انترفيو في المكان الفلاني، رحت لقيت حضرتك. قال له انت اللي كان رقمك جنب التكييف في الشقة الفلانية؟ قال له اه. قال له انا قعدت في الشقة دي والشقة الوحيدة اللي التكييف بتاعها ما بصش، فاتصلت بيك علشان تتعين في الشركة بتاعتي في السعودية، بس انت عملت ايه حالك مع ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يسقني ليك؟ قال له انا ما كنتش بعمل غير اني بصلي على النبي. قال له عشان جيت هنا بالنبي هتقعد في المقر الرئيسي في المدينة المنورة وهتصلي الفرائض الخمسة في مسجد حبيبك صلى الله عليه وسلم، نجاة في الدنيا قبل الآخرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. عشان لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه هيصلي عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. أسامة الفيديو ده ما ينفعش يكون من غيري، انا هقول لكم ليه تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وهي اجمل حاجه من وجهه نظري انا شايفها انها كرم كبير قوي من ربنا علينا. كل واحد فينا شباب هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في وقفه ليس بينه وبين الله ترجمان، مفيش مترجم هيكون معاك، مفيش حد هيكون معاك خالص، ولا في حد هيكون واقف في ظهرك، حتى ابوك وامك هيسبوك، بس في واحد بس هيجي عليك ويشفع لك، هو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما النبي عليه الصلاه والسلام يجي كده ويقول ربنا يا رب اقبل اعتذاري علشانه، يا رب انا بشفع له عندك، يا رب اغفر له، ده من امتي، ده كان بيصلي عليا كتير جدا. تخيلوا بقى، انا لازم امشي علشان خاطر الدنيا بتطخ ومش قادر، بس والله عظيم مفيش اجمل من الصلاه على النبي. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل الذكر بعد القران، افضل ذكر ممكن تقوله على لسانك بعد القران هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان لان اللي بيحب حد فعلا بيكتر من ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. من بركات الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انها تخلص لك اكبر مشكلتين ممكن تقابلهم، اكبر مشكله في حياتك واكبر مشكله يوم القيامه. لما سيدنا أبي بن كعب جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا بصلي عليك كتير قوي يا رسول الله، أجعل لك من صلاتي قد إيه؟ فكل ما يقول له حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما شئت إن زدت هيبقى أحسن، وهكذا وهكذا لغاية ما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم إذن أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. همك اللي في الدنيا، الهم ده أيا كان الهم بقى، فلوس، عيال، شغل، جواز، أيا كان، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تروح يوم القيامة لربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويرضى عنك. معروفة الأخير ربه كريم. خلوني بقى أنا أقول لكم حاجة كده بفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن بنسبة كبيرة أول مرة هتسمعوها، وهي أن أنت بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بر لوالديك، لأبيك وأمك. ليه بقى؟ هقولك، انت حضرتك لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ملك مخصوص كده بياخد الصلاة منك ويروح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول، دلوقتي في وقتنا هذا، يا رسول الله فلان ابن فلان صلى علي، فقالوا بأن ذكر أباك أو أمك عند رسول الله بسببك هذا أفضل البر، بل أعلى منازل البر، ومن منا لا يرضى أن يذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم، عند خير البشر، عند أعظم البشر صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقى لما تيجي من ابنك، ما بالك لما تحصل لأبوك أو أمك بسببك. صلي وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، ربنا يا رب يتقبل ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيه شيئا غير الله سبحانه وتعالى. اللهم أمين أمين أمين. فكل ما تكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويحقق لك أمانيك ويهدي قلبك ويديك كل الخير بإذن الله. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.